كيفكم؟ انا حابه نكون حلقه اليوم. الفيديو راح يكون عن 10 حقائق عني. على اول حقيقه عني، بكره اشي اسمه ششبر، بكره كتير. اوكي، هلا تاني معلومه عني. هلا انا كتير بحب الطلعات، ما بعرف ايش تالت معلومه. انا يعني كتير بحب الشعر الطويل، ما بعرف ليش بس بحبه يعني. ورابع معلومة، هلا انا انولدت ولادة طبيعية، يعني مش قيصري. انا كتير بحب التاتو، احط تاتو على ايدي او اي مكان. اصلا انا حاطة تاتو هلا ايها. اوكي، هلا اظن خامس سادس معلومة، وهي الاربع اربع حقائق قصدي. المعلومة السادسة، انا بموت باشي اسمه ملوخية. كتير بحب الملوخية، طبختي المفضلة، ما بعرف ليش. اوكي، السؤال السابع. طيب المعلومة بكره هذا يكون قاعد جنبي وقاعد باكل هيك مزعج، وانت بتاكلي يعني هيك بتاكلي، هو بقول لك قدام وجهك، قرف بضايق كتير. اوكي، تعمل معلومة صح، انه بحب الشعر الطويل بس بكره امشطه، بكره امشط شعري، ما بعرف ليش بس بحب التسريع، بس بكره امشط الشعر، شعري انا ما بعرف ليش، بعد بتوجع. اما شعر غيري لا عادي، اما انا شعري مستحيل، حتى لو خليته طويل ما بحب امشطه. اوكي، المعلومة التاسعة اللي هي قبل الاخيرة. طيب هلا التاسعة، هلا انا يعني ما بحب اشوف حدا مثلا ما في له اجر الله يبعدنا او هيك مشلول او اشي اشوفه قدامي، يعني هيك بعمل اشي او حدا بجره، لا ما بحب، انه مش انه بقرف، لا انه بضلني بتذكرته بقول يا ريت بس لما بعد بفكر فيه هيك، فاهم؟ ما بحب هذا الاشي. هلا اخر معلومة وهي العاشرة، اوكي، واللي هي انا وانوار بنحب يعني شو بنحب يعني متخانق على اختي فرح، اظن تلعب بالفيديو ما بعرف اذا او لا، المهم بنقعد نتخانق مين يلعب معها، ما بعرف ليش بس بنقعد نتخانق احنا الاثنين كنتوا بنحبها. طيب وبس، هيك كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وحبيتوه. اذا حبيتوا لا تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة، لا تنسوا تعملوا كومنت وشير وسبسكرايب واشياء، لا تنسوا تعملوا اشعارات وطبعا بعدين تلفزيون. اوكي، لا تنسوا تعملوا هاشتاج حمد توصل الحلقة للشي مشترك، لانه في مفاجأة لكم اياها اذا وصلت 18 عشان تندفع بسرعه عشان تعرفوا شو هي. اوكي، بس